عندي بعض النصائح للإخوان والأخوات باش نقصوا من انتشار هذا الفيروس ونحميو نفسنا ونحميو بيوتنا. إذا خرجنا من البيت لغرض الأغراض اللي علاش غنخرجوا من البيت، راه حددتها السلطات كيفاش غنخرجوا، علاش غنخرجوا، راه معروفة ما نتكلمش عليها. إذا خرجنا من البيت ورجعنا للبيت، أول حاجة غنحيدوا الصباط، منين ندخلوا نحيدوا ديك الصباط اللي كنا فيه بالزنقة، لأن ما عرفناش علاش عفطنا. دونك يتحط، وهذاك الصباط يبقى هو اللي نبداو نخرجوا به دائما، ويتحط في واحد المكان ما يدخلش وسط الدار، يبقى في الدخلة ديال الدار. إذا قدرنا نديرو بحال شي بلاستيك نحطو وسط منه ونسدو عليه يكون أحسن. من بعد ندخلو مباشرة نغسلو يدينا بالماء والصابون، إلا كنا لابسين واحد الماسك نهزو هو الأول نحيدوه نرميوه، عاد نغسلو يدينا بالماء والصابون. منين نغسلو يدينا بالماء والصابون، ديك الحويجات اللي كنا لابسين على كنا لابسينهم على برا، ومن الأحسن إذا كنت أنا إذا كانت مرأة الحاجه اللي لابسه مثلا جلابه او عبايه شي حاجه خرجت بها تخصصها للخروج. اذا كانت هي دائما خصها تهبط باش تشري الخبز من وتشري الحليب او لا شي حاجه من برا، او لا خصها تمشي لخدمتها لانه ولا بدات تمشي لخدمتها، هذيك الحوايج اللي هي لابسات ملي تخرج من البيت، الحوايج اللي لبساتهم وهي خارجه ملي ترجع للبيت تحيد هذوك الحوايج هما الاولين. ماذا بيا لو كان يكون عندنا شي ساك بلاستيك نحطوه وسط منه ونسدو عليه ونحطوه حتى هو في الباب الدخله، ومن بعد مورا هادشي نغسلو يدينا بالماء والصابون. عاوتاني نغسلو يدينا بالماء والصابون وحنا داخلين الدار، نغسلو وجهنا بالماء والصابون، لانها مع ال 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 ماشي كلشي تيدير الكمامات. نغسلو بالوجهنا بالماء والصابون، نهزو فوطة تكون فيها تكون فازقة، ندوزو على شعرنا نحيدو ديك الغبرة والغبرات اللي كانوا، وهذيك الفوطة المدابية تكون ديال القاعد، ندوزو على شعرنا ونرميو هذيك الورقة.